سأل الدكتور سؤال يعني أو أبغى الدكتور بخبرته الآن في قضية الاحتضان، شو الرسالة توجهها للجمعية؟ والله أولا ليست شكر وتقدير والكلام ده أتخلى، أبي شيء ممكن يعني أنت تمنيت أنه يكون موجود مثلا وتفيدهم فيه. والله صراحة يعني احنا أول ما يعني تواصلنا مع الجمعية، من أول تواصل كان من أول تقديم لطلب الاحتضان كان كل شيء يعني متوفر ومتاح، يعني أي استفسار كان تحتاجه كان محتضن تحصل رد عليه، تواصل مباشر لدرجة أنهم هم يعطون دورات حتى ما قبل الاحتضان للمحتضن الأب والأم. سبحان الله يعني مرتبين الأمور هذه ترتيب يعني جدا ممتاز. لكن أنا طبعا كرسالة طالما أنه هو الشكر موصول وقد سبقنا تكلمنا عنه وهذا شيء ما نختلف عليه، لكن كرسالة أنا ودي أنه يعني هم ما بيقصروا في هذه الناحية، بس كل ما زاد انتشار الموضوع هذا ما بين الناس والحملات التعريفية للبرنامج الاحتضان كل ما كان يعني هذا يوصل للناس أو لشريحة أكبر، وهو هذا المطلوب. بالعكس كل ما كان هذا الشيء موجود انعكس هذا الشيء على للمحتضن والمحتضن الأسرة المحتضنة وللأطفال اللي هم في دور الأيتام، لأنه مهما كان احنا سبحان الله يعني هذه فيها خير للطرفين. طرف احنا هنا بالنسبة لنا يعني سعادة ما كانت تحصل لنا لو ما كان الطفل هذا موجود احتضناه، وفي نفس الوقت ان شاء الله الله يقدرنا يكون هذا الطفل يعني احنا ننشئ نشأة صالحة له ويخدم بلده ومجتمعه يعني. آمين. فأنا ودي انه صراحة هم ما بيقصروا، لكن ودي يزيد موضوع الحملات، يزيد موضوع التوعية في التواصل الاجتماعي، كل ما زادت كل ما وصلت لشريحة أكبر يعني. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك، الله يسعدك. طبعا تركي في البيت ولا لا؟ كان موجود معنا. ايه، والأجاوي طبعا ما نسوه، فحنا الحقيقة جايبين له يعني هدية بسيطة. الملك ركز، الله يكرمك. أعطاني ظننتك. تعال يا ابو، الله يسعدك، جزاكم الله خير. يستاهل. هذه هدية بسيطة من الأجاوي، الله يسعدك، اسم الأجاوي كله. الله يعطيك العافية. نقدمها، شوف يعني شيء مرتب على اساس يفرح تركي ويستانس به. الله يسعدكم، الله يخليه لكم. ابو عمار ما شاء الله تبارك الله. عنا نقول يعني بنكتب له هنا، بنكتب تحية للغالي تركي وغسان وحرمه. الله يسعدك يا حبيب قلبي، بارك فيك وفقنا وياك. ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.